هاخدكم معايا النهاردة في حفلة كايروكي. خدت العربية وكنت رايح كل باور زي ما انتوا شايفين، وغالبا عملت حفلة في العربية لوحدي قبل ما اروح. وانا بغني الاغاني اكتشفت حاجات غريبة. لو حتى نشاز دخلت البوابة كانت زحمة جدا، بس ما عرفتش اصور اسرع من كتر الزحمة. اول ما دخلت كانوا مشغلين اغاني والناس هيصت لدرجة نسينا احنا جايين حفلة مين اصلا. الفيديو ده وانا بصوره كنت فاكر نفسي بيتر ميمي مش بيتر فؤاد، فاكر ده بقى اخراج. اتفرجوا على الابداع. طب يا ابني ايه ده؟ الفيديو ده انا حاطط الموبايل قدام عيني عايز اوريكم الفيو من عندي عامل ازاي. انا ما كانش صعبان عليا في الحفله غير الناس اللي ورايا، كانوا في حفله عمرو دياب غالبا. بعد الدي جي جه شادي سرور يغني، يعني انا مقتنع ان ده شادي سرور. يا جماعه مش ده شادي سرور، انا فضلت متزاول، ده شادي سرور. ساعه حوالي 10 الا ربع راحوا منزلين اللوجو بتاع كايروكي بحيث ان نحس ان هم هيدخلوا، لكن هم دخلوا على الساعه 10 وربع. اسيبكم بقى مع لحظه الدخول بتاعه امير عيد وبداوا باغنيه لو بكره نايت العالم. انا بقى وانا عامل حفله لوحدي فوق، يعني اللي ورايا انا كل ما اشوف الفيديوز يصعبوا عليا. هنا بقى وانتوا بتشاوروا لي انتوا ناس جامده. سال صاحبه هو مين ده بيقولوا ده موزاريلا ستيكس، يلا اوعى تشد معاه. دي بقى اللحظه التي ابكت امير عيد. شوف 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 الناس بصه هنا وامير عيد خلاص اتحلق. صراحه الفيديو ده بعد ما امير عيد مشي بصراحه يعني ادوني الموبايل اصورهم، بس جات لي فكره احلى. لو عاوزين فيديوز تاني للحفلة قولولي انزل بارت 2 هناك، وعلى الانستجرام هتلاقوني منزل صور للحفلة وفيديوز اكتر بكتير.